الإرهاب يفتك بالحنطة، عنوان مخيف وخطير ويدل على أنه دولتنا مخترقة من ساسها لراسها. آلاف الهكتارات المزروعة بالحنطة والشعير تحترق، وربما بفعل فاعل قبل أيام من بدء الحصاد. الحقول اللي احترقت توزعت بين صلاح الدين ودياله والكوت وكركوك ونينوى وقضاء الحويجة والدور. وواضح بعد هذه الكارثة أنه العراق ما راح يوصل للاكتفاء الذاتي اللي أعلن عنه قبل أيام، وراح يبقى رهن الاستيراد اللي مستفادة منه مافيات داخلياً وخارجياً. المعلومات لحد الآن مو كاملة حول حجم الخسائر، بس الأكيد أنه آلاف الدونمات انتهت وكلها تعود لفلاحين مساكين كانوا ينتظرون الحصاد على حر من الجمر. فلاحين خسروا أموالهم وتعبهم راح خالي بلاش. لا الدولة قدرت تحمي أراضيهم ولا هي قادرة الآن على تعويضهم بظل هالشحة المالية والظروف التعبانة. بل حتى لو قررت تعويضهم فبأي آليات وشلون بالتالي راح تعوض السوق؟ كارثة تعكس هشاشة دولتنا وإمكانية اختراقنا من أي مكان يخدم مافيات الفساد.